يعني بالحديث إلى موقع باشين ومؤسسة باشين اللي هي تعتبر إحدى أهم المواقع البحثية للأبحاث النووية التابعة للحرس الثوري والحكومة اليابانية، كل السيناريوهات وايدة، لأن هذا الموقع دخل إلى الأذهان ودخل إلى الإعلام عام 2019 عندما حصل تفجير كبير في هذا المنشأة والمكان. لذلك أنا أعتقد أن دائما ما تقوم السلطات الإيرانية بإخفاء الحقائق وما يجري هنالك. الآن حسب الأوضاع الجارية نستطيع أن نصل إلى سيناريوهين، السيناريو الأول سوء الإدارة اللي موجودة داخل الحكومة الإيرانية بفعل وجود العلائم ومكامن ضعف في إدارة الأزمة داخل البلاد، لا سيما ضعف الإدارة الإيرانية في احتوائها للأزمة النووية. والجانب الثاني والسيناريو الأقرب إلى الواقع التدخل الإسرائيلي والتلويح دائما بإثارة القلاقل وبإثارة الوجود حقيقة، يعني أقصد الاختراقات الأمنية اللي عملتها إسرائيل داخل إيران خلال الأشهر الماضية تجلب للذهن هذه السيناريو أن تكون هنالك اختراق أمني جديد من قبل إسرائيل، لا سيما في الأسبوع الماضي عندما قاموا باغتيال صياد خداي وهو من الضباط الكبار في الحرس الثوري اللي كان في سوريا. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل هي قد تكون مؤثرة في هذا الحدث. وبالتالي إذا ويمكن أن يقال أنه يعني هناك تزايد في تحركات إسرائيل داخل إيران، وما مؤشرات ذلك إذا؟ العفو لم أنتبه إلى سؤالك. يعني أقصد بالأسبوع الماضي تم قتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني وتبنت إسرائيل تلك العملية، والآن هناك تقول ربما تكون إسرائيل وراء خرف هذا العمل في أبحاث بارشين، إذا هذا يدل أن هناك تحرك متزايد لإسرائيل داخل إيران. بالتأكيد طبعا إسرائيل لوحت بهذا الشيء ولم تعترف بشكل رسمي خلال كل السنوات الماضية والتحركات والاختراقات التي حصلت. إسرائيل كانت دائما بشكل ضمني تؤيد ولا تؤيد الوجود والاختراق الامني لايران، لكنها لا تؤيد اي عمل قامت به داخل ايران، حتى عمليه اغتيال فخري زاده اسرائيل لم تؤيدها بشكل رسمي. لكن بالحديث وبالنظر الى ما يجري الان والى الصراع المتنامي بين ايران وبين اسرائيل، لا سيما في الملف النووي اللي هو اكبر نقطه واكبر ازمه يعتبر بالنسبه لاسرائيل وصول ايران للقنبله النوويه، كل الاذهان يعني وكل السيناريوهات. هذه الاهداف وهذه نعم الاستهداف الاسرائيلي لداخل ايران كيف يؤثر على مسار مفاوضات فيينا المجمده حقيقه؟ نفتالي بنت رئيس الوزراء الاسرائيلي استقبل من جو بايدن دخول ووضع الحرس الثوري غيد المنظمات الارهابيه وعدم خروجه من هذه القائمه، لذلك تعتبر لاسرائيل دور كبير في اقناع امريكا باخضاع النظام الايراني الى بناء عمليه اتفاق نووي جديد يختلف عن اتفاق 2015، لا سيما تحديد واضعاف ايران بالوصول الى القنبله النوويه، لان وصول ايران الى النووي يعتبر دخول للمنطقه الى ازمات كبرى ممكن ان تخلق الازمه مثل ما تحصل الان بين روسيا وبين اوكرانيا. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن طارق جاسم، سياسي ومختص في الشأن الإيراني.